السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. هنيئا لجميع المغاربة، هنيئا لجهة الرباط سالة القنيطرة، هنيئا الناس ديال تمارة تامس ناس خيرات عين عودة الصباح وقيس على ذلك، الناس ديال الرباط سالة قنيطرة بوقنادل وقيس على ذلك الهرهورة وزيد القدام. اليوم كنبغي نقول لكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسميا يدشن المحطة الطرقية الخاصة بالحافلات. كما كتشوفوا معنا صراحة موقع مميز، هندسة معمارية رائعة كما كيعرف الجميع. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم أمس جل عين المكان وباشر عملية التدشين، وكما شفنا دازت الأمور في أجواء جيدة والعملية متواصلة ديال العناية بالمساحات الخضراء هنا وبالجمالية. ف شكرا للصاهرين على هاد المحطة الطرقية، هنا غيكون مدخل الحافلات وهنا غيكون الخرجة ديالهم. والأمور كنتمنى وكنتمنى من الله أنه نحافظوا على هاد المكسب ويكون تنسيق، والشركة اللي غتكون مكلفة إن شاء الله بحكم أنه كانت تتشيل البارح فضروري كيلزم شوية الوقت إن شاء الله باش يدار واحد الترتيبات كيفاش غتمشي الأمور إن شاء الله. وكنتمنى من العلي القدير أنه الناس اللي واقفين على الشغل يقدوا الامور ديالهم مزيان، والساكنه والمواطنين وزوار المحطه يحافظوا على هذا المكسب لا من ناحيه النظافه ديالو. وحنا كنشوفوا الجماليه هنا بالجنبات صراحه، هذا ان كان يدل على شيء فهو يدل على الحكامه ديال ملك البلاد والمشاريع الكبرى اللي كنشوفوا في المملكه المغربيه. اللهم بارك اللهم بارك، حفظ الله ملكنا وحفظ شعبه العزيز، واللهم يسر يا رب امور اللي هي ايجابيه اللي كنشوفوها هنا بالعاصمه الرباط، عاصمه الانوار، عاصمه المغرب الحبيب. كما كتشوفوا الاخوان هنا بالجنبات ديال المحطه الطرقيه الجديده، طرقان كبار تبارك الله، العوينات كيرتاحوا في هذا المشهد هذا، لكن كذلك نحن مسؤولون هنا، علينا بالمحافظه وما ندوزوش فوق الكازو وما نبقاوش نقطعوا في مكان ونلوحوا الازبال اينما كان. الله يجازيكم بخير، كنتمنى كذلك من الجهات الوصيه انه يديروا لنا كاميرات مراقبه ان شاء الله، كاميرات مراقبه باش الامور تكون مزيان ان شاء الله وتكون الامور على ما يرام باش نبقاو محافظين على هذا المكسب هذا. كما شفتوا معايا دوزتكم من الجهه السفليه، دابا غندوزكم من الفوق المحطه باش تشوفوا الغواصه من الفوق. خاصني نجي حتى للرون بوان باش ما نضربش الخط المتصل ونقربكم ان شاء الله من الامور كيفاش دايره. فكنبغي نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه ديال خوكم ايوب والبارطاج باش يوصلكم الجديد دائما ديال المشاريع العملاقه واخر المستجدات وتراب عماله صغيره تماره وجميع النقط في ربوع المملكه اللي غنتوافقوا فيها وغادي نكونوا فيها ان شاء الله. كما قلت لكم شدينا المطار او المسار اللي على اليمين اللي بغينا ندخلوا المحطه كنمشيو على اليمين في انتظار ان شاء الله يحيدوا البارير، وهذا فغندير لكم حلقه خاصه ونقربوكم من المرافق اللي في المحطه لداخل. صراحه داك الشيء هائل هائل جدا، اللهم بارك اللهم لا حسد. في انتظار ان شاء الله نشوفوا مشاريع عملاقه مثل ما نرى في العاصمه الرباط في المدن المجاوره، واخص بالذكر مدينه تماره اللي ان شاء الله مقبله على مشاريع عملاقه ان شاء الله اللي غادي تغير من المعالم ديال المدينه. يا سلام يا سلام على الجماليه. هنا جاء ملك البلاد يوم أمس، اللهم لك الحمد، وتم تدشين المحطة الطرقية الجديدة في أجواء جيدة باللباس التقليدي. صراحة كانت أمور لي زوينة بزاف، عندنا المدخل رقم واحد وعندنا المدخل رقم جوج والمدخل رقم ثلاثة، لكن نؤكد لازم تضافر الجهود باش نحافظوا على هذا المكسب هذا باش الأمور تبقى مزيانة. محطة طرقية بمواصفات عالمية فيها مرافق لداخل، داكشي هائل. فهنا الشيافرية والناس اللي مكلفين صحاب الشركات الناس ديال الكيران، فكنتمنى الله ينسقوا مع بعضياتهم وتكون الامور زوينة وتكون الامور مضبوطة باش داكشي يبقى لصالحهم. وحنا في الطريق غادي نديكم مع شوارع العاصمة الرباط، كما كنشوفوا ما شاء الله واحد خالي ديما كنذكروا انا مسكين كيقول لي ملي كنوصل لهاد البلاصه اخويا ايوب كنتخيل راسي في فرنسا، هذا هو اللي كاين يعني من ناحيه النقاء والجوده. وكنبغي ناكد الخالي ان هاد البلاصه احسن من فرنسا بزاف، سيرتو هاد النقطه بالعاصمه الرباط شوارع عملاقه امور اللي هي جميله جدا.
فكما كتشوفوا معنا هنا طلعنا للشارع المؤدي لشارع الجيش الملكي، الشارع العزيز على قلوب المغاربة، والاسم الذي يحمل اسم فريق الجيش الملكي، الزعيم ممثل العاصمة بجانب فريق اتحاد توارقة وكذلك فريق الفتح الرباطي. فكما كنشوفوا رجاء رجاء عندي ملاحظة، كما كنشوفوا هنا الدراري ديال التوصيل، انا كنشوف واحد الموتور ديالو خاسر والاخرين كيدفعوا به واحد في وسط الطريق، فهذا امر خطير خطير يقدر يؤدي الى ما لا تحمد عقباه. فطريق السلامه للجميع ونتمنهم الله الخير لكل شيء. وهنا المركز السينمائي في اليمين، وعلى اليسار المسيره ديال العاصمه الرباط. ونحن في الطريق شنو غادي نلقاو قدامنا؟ غادي نلقاو المنال، ونلقاو دار الشباب، ونلقاو الجيسان، ونلقاو امال كارت، وغادي نلقاو مجموعه من النقاط بالعاصمه الرباط، العاصمه اللي تغيرت المعالم ديالها مع التعليمات الملكيه. شفنا احياء اعاده تهيئه، شفنا شوارع كبيره، شفنا عمليه اسفلت في اغلب النقاط، شفنا امور اللي صراحه الناس اللي ما جاوش العاصمه هذه واحد العامين ولا ثلاث سنين غادي يجيو غيلقاو الامور تغيرت بزاف. نتحدث عن مشاريع عملاقه لا زالت في الطريق بالطريقه الساحليه، اكبر مول في افريقيا بجنباته فندق عملاق بالقرب من اقامات الصباح. فصراحه كاين امور اللي هي ايجابيه تحسب 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 لملك البلاد صراحه، حفظ الله ملكنا شعبان كذلك، وجميع جميع جميع الامور اللي تحت شعار الله الوطن الملك. وكما كتشوفوا معنا احنا الان وصلنا للمنال، كاينين الناس بزاف اللي كيتبعونا من الغربه، وكاين الناس اللي مغربين وهم داخل المغرب يعني كيتواجدوا في مدن اخرى من غير العاصمه الرباط والنواحي. الناس اللي دازوا واحد النهار من هنا كيبغيو يشوفوا شنو الجديد شنو تبدل. الصوره قدامكم على المباشر، صوره واضحه وضوح الشمس، نهار جميل. فهذه الصور الحصريه للعاصمه الرباط، اليوم دارت صلاه الاستسقاء. فنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا الغيث ويرحمنا بالرحمه ديالو، وان شاء الله تكون الامور مزيان يا رب. وكما كتشوفوا معنا في هذه الاثناء هنا في المطار امام المنال، السوق سوق المنال هنا على اليمين ديالنا جي 5، وهنا في اليسار ديالنا المسيره. و الى مشينا نيشان كنشوف الاتجاه ديال طريق الساحليه والمنزه. متتبعينا الاوفياء، متتبعي قناه ايوب، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم وطريق السلامه للجامع، والله يحفظنا ويحفظكم من كل شر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.